ما تشجع ناديك، ما تقول عن ناديك كل اللي انت عايزه في اطار من الروح الرياضيه. ده كان كلام مهم ايجابي الحقيقه سمعناه من الزميل احمد عبد الهادي في راديو مصر، نفتكره. المبادرة اللي اطلقها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار لا للتعصب. في الحقيقة الدولة بتعمل اقصى ما في وسعها لنبذ التعصب اللي كل يوم بيكبر عن اليوم اللي قبله. مفيش مشكلة انك تحب فريقك وتدعمه، بالعكس هو ده المطلوب، لكن احترم المنافس وخلي الروح الرياضية هي اللي تسود في النهاية. واتمنى كمان من بعض الزملاء الصحفيين اللي كان ليهم دور في نشر التعصب في الفترة الاخيرة إنهم يمتنعون عن المشهد لحد ما المباراة تعدي على خير. لازم يحسوا بخطورة المرحلة اللي بنعيشها، لازم يكونوا وسيلة لوقت التعصب مش العكس. من المفترض إنك بتمارس مهنة الصحافة، مهنة كبيرة وعظيمة، مهنة بتحمل رسالة سامية. دورك الحقيقي نبذ التعصب، يعني من العيب إن حضراتكم كصحفيين كنتم بتشوفوا وتسمعوا تجاوزات وإثارة وفتنة وإساءات لكل الرموز وتشارك بيها، ومش كده وبس، كنت بتشوف كل ده وتكتفي بهز راسك وكأنك موافق على أي تجاوز. لا، دورك كإعلام أكبر من كده بكتير. دورك إنك تقول للصح صح والغلط غلط. دورك لما تلاقي في حد بيشعل التعصب والفتنة تقول له أقف وستوب. دورك إنك بترسم ثقافة مجتمع مش توافق على الخطأ في حق المجتمع، حتى لو بالصمت وهز الراس وخلاص. أنا عارف إن اللي بتعملوه ده واخدينه من منطلق إنها وظيفة مربحة، ولكن خطورتها على المجتمع هتكون كبيرة وكبيرة جدا، وأسلوب الهبد وهز الراس ممكن يوصلنا لكارثة كبيرة لا قدر الله. ده كلام مهم الحقيقة في راديو مصر من الزميل أحمد عبد الهادي، ونتمنى إن الكل يعيه، كل الأطراف عليها مسؤولية. ما هو احنا أصلا لو هنتكلم على إنه نبذ التعصب اتعمل له مؤتمر والناس قالت كلمتين وكل واحد كتب له مقالة وخلصت الحدوتة، لا، الكلام ده حصل كتير قوي قبل كده. احنا جادين ومهتمين بنبذ التعصب وإزالة كل أسباب الاحتقان في الساحة الرياضية، يبقى نتكلم، ولما نتكلم على اللي جاي أعتقد هيبقى الكلام أكثر أهمية بعد الفاصل.